نروح بقى لموضوع القمح. طبعا عارفين قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بمنع استيراد اي اقماح بها اي نسبة من فطر الجوت. لو حتى لو كانت هذه الأقماح تحتوي على النسبة العالمية من الفطر ده الإرجوت اللي هي بتبقى 5%. القرار اتلغى. نعم القرار اتلغى. والله مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لغى القرار. السؤال هنا يعني من سيحاسب وزير الزراعة عصام فايد يعني بأخذ قرار بالسماح باستيراد القمح الموجود بيه النسبة العالمية المتفق عليها من الإرجوت وبعدها بكام شهر يلغيه والنهاردة نرجع القرار تاني؟ للدرجة دي مصر الدولة والتاريخ مش قادرين نحسم قرار؟ السؤال التاني هو المسؤول اللي هيخاف يعني يمضي على قرار أو يبقى عنده تذبذب في قراراته ليه؟ يعني ليه لسه موجود؟ طيب ارجع بس عايز ارجع لموضوع نيويورك وال يعني المشاركه المصريه ومعايا دلوقتي على التليفون دكتور بشير عبد الفتاح. اتفضل يا دكتور. طيب لا مش موجود معايا التليفون. طيب معايا دلوقتي سيادة النائب هشام الشعيني وكيل لجنة رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان. تحياتي يا سيادة النائب، شكرا جزيلا. اسمح لي أسألك على موضوع القمح وإن احنا القرار اتخذ بأنه لا يتم استيراد النسبة الموجود فيها الإرجوت اللي هي 5% ودلوقتي رجع القرار ان احنا نستوردها تاني. انتوا كبرلمان ماذا ستفعلون؟ والله هو الاول اللي يهمنا في حضرتك مبدئيا اللي يهمنا الاول صحه المواطن المصري بالنسبه لنسبه الارجوت ان النسبه دي مضره او مش مضره. اذا كانت ما منهاش ضرر ومتعارف بيها على مستوى العالم واخد بالك ووزارة الصحة ووزارة التموين ووزارة الزراعة في اجتماع مجلس الوزراء أول امبارح أقرت إن النسبة دي متعامل بيها ومنهاش ضرر ووزير الصحة كمان قال ده كمان ليها نسبة معالجة واخد بال حضرتك؟ ألو سمعك سمعك ألو سمعك أنا سمعك واخد بال حضرتك؟ إيه؟ سامعني؟ كمل يا فندم اتفضل يا ريس تمام. فهو بالنسبه للي يهمنا احنا كبرلمان ان النسبه دي فيها ضرر ولا من عدمه. مين اللي يقول فيها ضرر ولا من عدمه؟ وزاره الصحه. واخد بال حضرتك؟ النهارده اللي مجلس الوزراء في المبرر بتاعه بس يعني حضراتكم بتاخدوا كلام وزاره الصحه مسلم بيه يعني 5%. ايه؟ ممكن انتوا تاخدوا كلام وزاره الصحه مسلم بيه او تاخدوا الامور مسلم بيها من غير ما يكون ليكوا تحقيق خاص خاصه ان دي ماده متفق عليها عالميا او نسبه. لازم اقول لحضرتك ليه؟ ان الاول القرار اللي خده السيد وزير الزراعه في الاول اللي هو نسبه الزيرو والله كنا نتمنى ان احنا نقدر نجيب قمح نسبه الزيرو ما فيش مشكله. لكن النهارده الدول على مستوى العالم عشان تجيب نسبه الزيرو مش موجوده. وتاني حاجه اللي في دول معينه كان في تعاقدات معاها هتلغي التعاقد بتاعها في شروط جزائيه في التعاقد معاها. انا ليا وجهه نظر كبرلمان وزمايلنا المحترمين ان المفروض ما نستناش لوقت الذروه اللي المفروض ندور في الواسع مع السوق العالمي اللي بينتج القمح. المفروض ندور على الدول المنتجه للقمح بنسب من الارجوت تكون نسب قليله ممكن من 5% ويبقى معانا سنه كامله. ما نستناش لغايه مثلا قبل التعاقد بشهرين او بثلاثه او باربعه نقول هنلغي نسبه الخمسه ونرجع للزيرو. طيب انتوا من جانبكم كبرلمان ممكن يتم استدعاء الوزير ومحاسبته على اتخاذ قرار ثم العوده فيه؟ احنا مش هنقول استدعاء لاتخاذ قرار. هو الراجل عنده حسن النيه بيقول انا عايزه زيرو واخد بال. هو اللي كان المفروض قبل ما نقول القرار يتاخد بنسبه زيرو او غير زيرو كان اتاخد بيقرا
ابعاده، لان النهارده احنا في دول يعني وقفت الاستيراد مجرد ما صدر القرار ده، وزي روسيا وقفت استيراد الفاكهه والخضار من عندنا ولغت تقع تعاقدات. في مركب جت من رومانيا في ميناء اسكندريه لما حصل القرار قال لك لا انا عايز الشرط الجزائي، وكان الشرط الجزائي بنسبه نص مليون دولار. فالمفروض القرار يبقى فيه ايه؟ فيه تشاور المفروض مبدئيا يبقى في مجلس الوزراء، وزاره الصحه والتموين والزراعه والبرلمان، يشوف ابعاد الموضوع ايه والصح ايه. والمفروض طيب. من الان فصاعدا البرلمان باذن الله لازم نسال وزير الزراعه القرار ده خدته بناء على ايه؟ يعني هو كلامه وقراره صائب بالنسبه لنص النسبه زيرو، اذا قدر يوفرها لشيء جميل، لكن في جميع دول العالم مفيش نسبه الزيرو دي. طيب. مش موجود. طيب. ماشي. لكن انا يهمني نسبه ال 5% دي منها ضرر على المواطن المصري ولا من عدمه؟ هو ده سؤالي كان من الاول يا سياده النائب. كحكومه. ماشي. طيب انا بشكرك جزيلا. انا بشكرك جزيلا سياده النائب طبعا هشام الشعيني رئيس لجنه الزراعه بالبرلمان، ويمكن جاوبنا على نقطه هنتكلم فيها دلوقتي. في حصاد الاسبوع اثيرت قضيه الحاصلات الزراعيه المصريه والفواكه، وطبعا مواقع التواصل وغيره المصريين كتير جدا اتكلموا عن النقطه دي، والخضروات اللي حظرتها عدد من الدول العربيه والغربيه، حظرتها انا وقفتها من مصر. الحقيقه ان التفسيرات كتيره قوي اتقالت بخصوص قرارات الحظر الدولي المتبعه للواردات الزراعيه المصريه. البعض كان بيشوف دي مؤامره دوليه ضد مصر في القصه دي يعني. البعض الاخر شافها مماحكات سياسيه، يعني بالبلدي كده رخامه رزاله على مصر. في فريق ثالث بقى شافها انه ده حق الدول المستورده، لان المنتج الزراعي المصري غير مطابق للمواصفات. البدايه كانت مين؟ من عند امريكا، وبعدين السعوديه، واخيرا روسيا اللي حظرت استيراد الفواكه والخضروات المصريه. وامبارح كان السودان والكويت. قبل ما نتكلم على التفاصيل الحكايه كلها واقولها لكم، عايز اقول بس كده وبحذر. سمعه مصر يا جماعه، سمعه مصر يا جماعه، الموضوع ما فيهوش هزار. صادراتنا الزراعيه هتتضرب واحنا مش ناقصين. هو مش كفايه السياحه بعافيه؟ نقوم بايدينا نقضي على مورد كبير للعملة الصعبة اسمه وارداتنا الزراعية. أما بقى عن التفاصيل هرجع لكم. فبررت نائبة رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية الحظر على الواردات المصرية بعدم كفاءة عمل نظام الصحة النباتي المصري. أما بقى أمريكا قالت إيه؟ اللي حظرت الفراولة المصرية، قالت ان ده بسبب اصابة امريكيين بالتهاب كبدي. نفس الشيء بقى للسودان اللي قرر ايقاف استيراد الخضار والفاكهة والاسماك من مصر بشكل يعني مؤقت لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، وده كان لضمان وسلامة المواطنين. وهنا بقى السؤال الكبير كبير، طب وفين صحة المواطنين المصريين في كل ده؟ مين يخرج ويدافع عن صحة المصريين اللي بياكلوا إنتاج بلدهم؟ مين المسؤول عن عدم مطابقة الحاصلات والفواكه والخضار للمواصفات الصحية والنباتية؟ يعني سمعنا كتير عن خضر وفاكهة بتتروي بميت الصرف، وكده بنقولها بينا وبين بعض على أساس إن احنا بنضحك يعني، لكن الموضوع يا جماعة خرج بره، خرج بره. اللي بيبلعوا المصريين مش هيبلعوا غيرهم. فوقوا يا جماعة، فوقي يا وزارة زراعة، فوقي يا وزارة ري، فوقي أجهزة رقابية، فوقوا يا جماعة.